نانا روحي، مساء الخير. معادنا النهاردة مع الحلقة الرابعة والأخيرة من تاريخ اللغة المصرية القبطية. النهاردة هنتكلم على آخر مراحل اللغة المصرية في اللسان المصري أو في اللغة المحكية. عشان نتكلم عن تعريب اللسان المصري أو انتقاله من اللغة المصرية للغة العربية، مر بثلاث مراحل. هنقول أول مرحلة كانت اللغة المصرية ما زالت في كامل حيويتها، وكانت تستخدم كلغة كتابة ومحادثات، والموضوع ده استمر حتى القرن العاشر الميلادي تقريبا. من ملامح المرحلة دي إن اللغة القبطية بدأ يدخل في كلماتها بعض الكلمات العربية، وده ظهر في بعض النصوص القبطية. تاني مرحلة، اللغة المصرية ما زالت لغة حية، لكن اللغة العربية أصبحت منتشرة أكثر مما قبل، والمرحلة دي كانت تقريبا ما بين القرن 11 وال14، واللي ظهر فيها مخطوطات بلغة عربية ولكن بكتابة قبطية، يعني النص عربي اللغة قبطي الخط. آخر مرحلة هي أفول اللغة المصرية، وما بقاش حد يفهمها تقريبا، واللي بيعرفوها بقى قليلين جدا، وظهرت فيها النصوص القبطية مكتوبة بأحرف عربية. خلاص ما بقاش حد يقدر حتى يقرأ اللغة القبطية، فبدأوا يكتبوها بحروف عربية. طيب، التحول ده ايه أسبابه؟ هنقول أول سبب هو تعريب الدواوين. الوالي عبد الله ابن عبد الملك، أخو الخليفة الوليد ابن عبد الملك، سنة 706 أصدر قرار بتعريب الدواوين. تاني حاجة، زيادة معتنقي الإسلام. تالت حاجة، اضمحلال المؤسسات الرهبانية، لأن المؤسسات الرهبانية طبعا كانوا بيقوموا بعملية الكتابة والنسخ للكتب القبطية، وكانوا من داخليا بيتكلموا باللغة القبطية وبيحافظوا عليها، فما اضمحلالها طبعا قل عدد المتحدثين بالقبطية. مع تعريب الدواوين ومع زيادة انتشار العربي، بدأ معظم المصريين يتجهوا لتعليم العربي، واضطر البابا غابرييل بن طريق في القرن الـ12 انه يدخل اللغة العربية في الصلوات الكنسية. طبعا الكهنة اضطروا يتعلموا عربي علشان يتفاهموا مع الشعب. كمان البابا غابرييل كان اصدر في احد قوانينه اللي هو القانون الثالث، انه يطالب الاساقفة ان يعلموا الشعب بتاعهم الصلاة الربانية وقانون الإيمان باللغة اللي يفهموها، سواء عربي سواء قبطي. بس طبعا هنا دي إشارة لأنه بتصريح إن هم ممكن يقوموا بتعليم الصلوات بلغة غير المصرية، أي باللغة العربية. وكمان صرح إن القراءات في الكنيسة زي الأناجيل والرسائل تقرأ بالعربية بعد قرايتها باللغة القبطية. المرحلة دي مرحلة الضعف بتاع اللغة أدى لظهور حاجة اسمها السلالم والمقدمات. أي لغة في مراحل ضعفها يبتدي شعبها أو أهلها يحبوا يحافظوا عليها، فابتدوا يكتبوا القواعد بتاعتها ويحافظوا على كلماتها في قواميس. وده بالضبط اللي عمله الأباط، إنه بداية من القرن 11 أو 12 بدأ الأباط يكتبوا حاجة اسمها السلالم وحاجة اسمها المقدمات. السلالم اللي هي القواميس، والمقدمات اللي هي كتب قواعد اللغة. من أشهر من ألف كتب في السلالم والمقدمات هم الأنبا أثناسيوس أسقف أوس، الأنبا يؤنس أسقف سمنود، أبو البركات القس ابن كبر وابن العسل، وغيرهم طبعا ناس تانية. في القرن الـ19 في شخص اسمه عريان مفتاح،
اتعين لتدريس اللغة القبطية، وللأسف هذا الشخص كان قام بأسوأ عمل يمكن عمله على لغة، إنه تغير أصوات اللغة الأصلية، حط أصوات ما جريتش أبدا على اللسان المصري زي الثه والبه الفارسية والفه والذال، كل ده حاول يقحمه جوه اللغة القبطية فقط محاولا الاتفاق مع اللغة اليونانية، لكن طبعا النتيجة ان لغة لا تصلح للحوار، وبكده افسد النطق الاصلي للغة اللي دامت الاف السنين. خلال القرنين 19 وال20 كان في محاولة لانعاش اللغة القبطية، قام بيها البابا كيرلس الرابع، وكان بيصرف رواتب للكهنة اللي بيتقنوا خدمة القداس باللغة القبطية. جه بعد كده مجموعة برضو أفراد زي كلاديوس لبيب، وحاول يعمل إنعاش للغة القبطية، لكن للأسف هو استخدم نطق ابتدعه عريان مفتاح، فطبعا محاولاته ما كللتش بالنجاح، وللأسف هذا النطق مازال مستخدم لغاية دلوقتي في الكليات الكليريكية. كمان في القرن العشرين الكليات الكليريكية حاولت تدرس، طبعا لغاية دلوقتي بتدرس اللغة القبطية، وكمان في معهد اللغة القبطية بالأمبرويس اللي أنشئ سنة 76، وده كان أنشئ لتعليم اللغة القبطية، وهو لغاية دلوقتي شغال بيدرس اللغة القبطية، وبيدرسها بالنطق الأصلي مش النطق المبتدع بتاع عريان مفتاح، ويعتبر يعني من آخر الأماكن اللي لسه بتدرس هذا النطق الأصلي اللي استلمناه عبر مئات بل آلاف السنين. لو عايزين نجمل بقى كل اللي حصل للغة القبطية كده في نقط سريعة، ممكن في نقط بسيطة كده هنقول القرن الثالث الميلادي أقدم مخطوطة كتابية باللغة القبطية، يعني أقدم مخطوطة للكتاب المقدس باللغة القبطية. القرن الرابع كانت تقريبا اكتملت الترجمة الصعيدية للكتاب المقدس. القرن الثامن الميلادي صدر قرار تعريب لم يطبق بحذافيره، واستمرت اللغة اليونانية في الاستخدام دواوين حتى سنة 780. وفي نفس القرن تقريبا تعلم بعض العرب اللغة المصرية علشان يوطدوا العلاقات مع المصريين ويقدروا يتفاهموا معاهم. القرن التاسع الميلادي اللهجة الصعيدية القبطية أصبحت اللهجة الرسمية للكنيسة المصرية، وفي نفس الوقت زاد إقبال الأقباط على تعلم العربية للاحتفاظ بوظائفهم، وذلك خلافا لتوقعات الحكام العرب، مما دفع الخليفة المتوكل لإصدار نشرة يحذر فيها من توظيف النصارى واليهود ومن تعلمهم العربية. وفي نفس الوقت بنلاقي في التاريخ وجود عدد من المسلمين اللي بيفهموا القبطية ما زالوا في القرن التاسع الميلادي. القرن العاشر كان فيه محاولة للنهوض بالقبطية، لكن العربية بدأت تحل مكان اللغة القبطية في بعض مناطق الصعيد. ظهر في القرن دوت النصوص القبطية الموجود بها كلمات عربية بحروف قبطية، وبدأ الأقباط في هذا القرن يكتبوا بالعربي. يعني الأقباط كان لغاية قبل كده بيكتبوا بالقبطي، لكن بداية من القرن العاشر بدأ بعض الكتاب الأقباط يكتبوا باللغة العربية، زي سعيد بن بطريق بطريرك الكنيسة الملكانية بالإسكندرية، والأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين. القرن الحداشر تحولت اللهجة الرسمية في الكنيسة إلى البحيرية، بعد ما كانت اللهجة الصعيدية أصبحت اللهجة البحيرية، وطبعا دوت لأن كان معظم البطاركة والأساقفة في هذه الفترة بيخرجوا من أديرة وادي النطرون من درب معار، فكان منطقة وادي النطرون اللهجة الرسمية فيها طبعا اللهجة البحيرية، فتحولت بالتدريج إلى اللهجة البحيرية لهجة الكنيسة. الفترة دي كان في خناق على التضييق للخناق على المسيحيين في عهد الحاكم وما بعده في الكلام باللغة القبطية. القرن ال 12 أصبحت القراءات الكنسية تقرأ بالعربية بجوار القبطية، لأن بقى في أقباط ما يعرفوش
إلا القبطي، وفي أقباط ما يعرفوش إلا العربي، وفي أقباط يعرفوا اللغتين، فكان لازم يبقى في القراءات تقرأ باللغتين عشان الجميع يقدر يفهم. بداية من القرن ال13 وال14 بدأت الكتب اللي فيها نهرين، نهر عربي ونهر قبطي، وشهد القرنين دول التراجع للغة القبطية خاصة في منطقة القاهرة والدلتا. وفي المقابل كان في نشاط للكتاب الأقباط بالكتابة بالعربية زي أولاد العسال والشيخ المؤتمن أبو البركات وأبو البركات ابن كبر. القرن ال13 كانت اللغة القبطية بالرغم من كده ما زالت لغة للحياة اليومية في بعض المناطق في مصر زي في الدلتا في الصعيد. وفي القرن ده اتكتب آخر نص وجد حتى الآن باللهجة البحيرية، وهو سيرة القديس يوحنا من الزيتون، ودي اتكتبت بعد استشهاده بسنة، يعني حوالي 1209-1210. القرن الرابع عشر اتكتب لقينا آخر نص وجد بالصعيدية، سيرة الأنبا برسوم العريان، وده تنيح سنة 1317. وفي القرن ال14 بدأت المقدمات والسلالم تتكتب. القرن ال15 المقريزي بيذكر لنا معرفة نصارى بعض منطقة الصعيد بالقبطية، وخاصة النساء والأطفال الذين لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية. القرن ال16 طبقا لماسبيرو وعلى عهدته أن سكان الصعيد ما زالوا يتحدثون القبطية. القرن ال17 ذكر فانسرب أن في شخص وحيد في مصر العليا كان يتكلم القبطية. في القرن ال19 بعض الكهنة بدأوا في تلاوة بعض صلوات القداس بالعربي بعد ما بيتلوها بالقبطي، وده ملقاش اعتراض من رؤسائهم الدينيين. وكان قبل القرن ال19 العربي يستخدم في ترجمة القراءات فقط غير زي ما ذكرنا بداية من القرن ال12. القرن ال20 بدأ استخدام العربية يتزايد في الصلوات في الكنيسة المصرية، وبدأ ينحسر استخدام القبطية حتى في الصلوات المسماة التسبيحة، ودي مفروض ان هي قطع لها بناء شعري او منظومة، فكان المفترض ان ما تترجمش عشان ما يبصش النظم بتاعها. دي نقط سريعة لمجمل تاريخ اللغة القبطية. طيب المصرية، ليه احنا بندرس اللغة المصرية؟ اللغة عامة تشكل الوعاء الذي يبدأ الإنسان من خلاله في تكوين تصوراته، أفكاره، فلسفاته في الحياة. في أي مجتمع المكون التراثي والثقافي بيعتبر رمز للهوية الخاصة بالشعوب، ومن خلال اللغة بتشكل شخصية الإنسان وفكره اللي بيميز جماعة عن غيرها. اللغة جزء من الثقافة ومن الهوية. إذن اللغة هي التي احتضنت تاريخنا، شاهدة على حضارتنا، وتشكل ذواتنا، وتربط حاضرنا بماضينا، وتحمل إرثنا للمستقبل. وجود لغة وطنية بيزيد الإحساس بالولاء والعزة الوطنية والفخر بالهوية الوطنية. اللغة القبطية نقول إنها لغة مميزة للمصريين فقط، مفيش حد تاني بيتكلم اللغة المصرية إلا المصريين، هي اسمها دياسبي نرامي كامي، لغة شعب مصر. لو بصينا عليها هنقول الحروف القبطية رسمت بما يناسب الشخصية المصرية، بالرغم إن احنا اقتبسناها من اليونانيين الجزء الكبير منها، لكن هذا الاقتباس مش حرفي. لو احنا شفنا الفرق، انا زي ما شفنا في الحلقة الأولانية الفرق بين الأبجديتين، هنلاقي ان الشخصية المصرية صبغت روحها على شكل الحروف اللي اخذناها حتى من الكتابة اليونانية، واصبحت تتناسب مع باقي الحروف اللي تطورت عن الكتابة الديموطاقية. الكلمات اليونانية حتى اللي دخلت اللغة القبطية قام المصري بتمصيرها وإداها سياق اللفظ والصوت المصري، زي ما احنا دلوقتي بنمصر أي كلمات أجنبية بننتيها الصوت المصري.
يعني ما احنا ما بنقولش مثلا اتوبيس، بنقول اتوبيس، فده نوع من التمصير. ما بنقولش تلفزيون، بنقول تلفزيون، فده نوع من التمصير لكلمات أجنبية. ده نفس اللي حصل بالظبط مع الكلمات اليونانية اللي دخلت اللغة المصرية. بنقول إن اللغة المصرية نبعت من وجدان الإنسان المصري، فهي إنتاج مصري خالص ناتج عن البيئة المصرية، ويعبر عن الشخصية والطبيعة المصرية وليس الدخيل عليه. دي لغة نابعة من داخلنا، من جوانا، من أفكارنا وتصورنا للبيئة المحيطة بنا. هذه اللغة هي التي حملت نبراس الحضارة والعلوم منذ آلاف السنين. اللغة ديت خط متصل منذ آلاف السنين، منذ بداية الحضارة المصرية. في آية في الكتاب المقدس بتقول: فتهذب موسى بكل حكمة المصريين. المصريين كانوا نبراس للحضارة والعلوم في العالم كله، واللغة المصرية تلك هي اللي حملت هذا النبراس، فلينا الفخر إن احنا ندرسها ونتكلمها ونتعلمها لغاية دلوقتي. بجنب كده، اللغة القبطية ليها أهمية علمية، فهي كان ليها الفضل في مساعدة شامبليون في فك رموز الكتابة الهيروغليفية، لأنه تعلم القبطية قبل أن يفك كتاب رموز الكتابة الهيروغليفية، وهي اللي ساعدته، وهي اللي ادته الأصوات المصرية اللي عن طريقها قدر يوصل، أو بمساعدتها قدر يوصل لأصوات اللغة الكتابة الهيروغليفية. وبالتالي بتساعدنا في الدراسات اللغوية والتاريخية، سواء في الكتابات والمكتوبة والأدب المكتوب باللغة القبطية. كمان النصوص القبطية بتساعدنا على فهم الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت. اللغة المصرية استمرت فترة كبيرة، فهنلاقي من ضمنها عقود، سواء عقود بيع شراء، عقود جواز، عقود حاجات كتيرة، خطابات شخصية، خطابات يومية، خطابات عمل. كل الحاجات دي بتدينا فكرة عن الحياة اليومية لأجدادنا في فترة طويلة. كمان اللغة القبطية هي حملت لينا فكر وثقافة مجموعات فلسفية مهمة جدا زي الغنوصيين والمانويين. نقدر نقول كمان إن اللغة القبطية ما زالت في ثناياها تحمل الثقافة الشعبية، زي الأغاني والمقولات المتداولة دلوقتي والأمثال. بنقول حلو يا حلو، يعني يا شيخ يا شيخ، أو أيها الرجل الكبير في السن. كلمة حلقاتك برجلاتك دي من اللهجة الفيومية، حلقات يعني حلق، وبرجلات يعني افتح رجلك عشان يتحرك أو كده. أسماء الشهور المصرية ما زلنا نستخدمها حتى الآن، والفلاح المصري ما يقدرش يزرع إلا باستخدام السنة المصرية: توت، بابا، هاطور، وهكذا. برضو أسماء الأطعمة والأكل ما زال الكتير والكتير بيحمل الاسم المصري وبنستخدمه دلوقتي. من الأهمية كمان العلمية إن ترجمة الكتاب المقدس للقبطية تعتبر من أهم وأقدم الترجمات، وبيستخدموها في كل الدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس. بالإضافة لكده، إن اللغة القبطية حملت لنا الكثير من الأدب القبطي، من كتابات آباء الكنيسة الأوائل، من أقوالهم، من السير الأفراد والقديسين، من العظات والخطب، كمان قصص وروايات باللغة القبطية زي قصة الإسكندر الأكبر ورواية قمبيز، وكمان في قصائد شعرية مكتوبة باللغة القبطية، وكمان ألحان الكنيسة والتسبحة هي مكتوبة باللغة القبطية، مكتوبة بطريقة منظومة يعني شبه القصائد الشعرية. فدي من المفروض إن احنا نتعلمها ونفهمها باللغة القبطية عشان نفهم معناها الحقيقي، لأن المنظومات أو القصائد أو الأشعار ما ينفعش تترجم من لغة للغة. أرجو إن احنا نكون فهمنا فكرة بسيطة عن لغتنا اللغة المصرية، أو ما يقال اللغة القبطية، وأشكركم على حسن استماعكم، ومع السلامة. شكرا.